صباح الخير اختي سناء. اش اخبارك؟ لاباس عليك؟ بخير اختي، ملي كنصبح عليكم راني بخير. موضوعنا شيق كثير دكتور عماد، موضوع فتره الحمل. مرة كتكون يعني غدير فراسها ولا تستعمل المواد اللي بغات، ولكن لا منين كتبدا عندك فترة الحمل ما كتبقى شيء، حرة راسك راه كتولي مسؤولة على صحتك وصحة الجنين ديالك. اليوم في عالم جميل هناك أمور وأشياء اللي هي محظورة، هناك مواد اللي ما كيبقاش عند المرأة الحق أنها تستعملها، خاصة في ديك الفترة الحمل ومن بعد الحمل أيضا في الرضاعة اللي كيكون كل شيء، أي حاجة كتدخل الجسم ديال المرأة كتدوز في الحليب الطبيعي ديالها. فهاد الامور اليوم غادي نتكلموا عليها. الا عندكم سؤال، الا درتي شي حاجه في فتره الحمل، الا بغيتي دابا راكي حبله وبغيتي تستشري معنا، اهلا وسهلا بك على رقمنا الهاتفي 0522 77 24 24. ومرحبا بكل اسئلتكم، هناك اسئله توصلت بها على الصفحه ديال الفيسبوك ان شاء الله غادي نجاوبوا عليها. دكتور عماد، شنو هي عندكم انتم الاختصاصيين الامور اللي محظوره منين المراه كتولي حامل؟ اكيد يعني من ابسط الامور اللي كتعتني بها براسها وبجمالها كتولي محظوره. نعم. شنو هي هذه الامور؟ فمن الامور اللي اول حاجه سطرت لها البال للمراه الحامل، وانا مازال كنأكد راه ماشي قضيه الشهر الاول ولا 3 شهور ولا 4 شهور، طيله فتره الحمل وحتى مورا فتره الحمل بواحد الشهرين خصها ترد البال لهذ الامور هذه. اذا اولا استعمال العشوائي ديال المواد ديال التجميل. شنو هو الاستعمال العشوائي ديال المواد ديال التجميل؟ لان حتى المواد ديال التجميل كاينين المواد ديال التجميل دابا الحمد لله اللي ولات مصايبه على حساب المراه الحامل، لان مواد التجميل الاخرى فيها مركبات كيميائيه. هذه المركبات الكيميائيه بحال هذه المركبات الكيميائيه اللي كاينه في مواد التجميل بحالها اللي كاينه كذلك في الصباغه. اذا انت الصباغه للعديد من 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 نساء الحوامل اللي ما كيردوش البال لهذه المساله هذه، كتكون واحد المعلومه مع الاسف ان المعلومه كتكون كثرت كما كنقولوا حنا، كثرت المعلومات اللي ما كتكونش كنعرفوا المصدر ديالها، كتولي المعلومات اللي مهمه وخصنا نردوا ليها البال خاصنا يعني ناخذوها بعين الاعتبار، منها الاستعمال ديال هذه المواد الكيميائيه والاستعمال ديال الصباغ. وحنا غادي نتكلموا باستفاضه على هاد المواد. مرحبا. باش نفيدكم مستمعاتنا دائما في البرنامج اللي كيتهلا فيكم، برنامجكم حديث ومغزل على راديو اصوات. المواد اللي ممنوعه على المراه في فتره الحمل، حنا اليوم بالاساس غادي نصنفوا ثلاثه ديال الانواع ديال المواد معك دكتور عماد. نعم. المواد الاولى هي مواد صباغه الشعر وكل ما كيتعلق بالعنايه الشعر، شنو معنيتها؟ إذا المواد ديال صباغة الشعر، أولا لا كولوغاسيون، يعني الصباغة ديال الشعر اللي كدار، لأن بزاف ديال الأخوات اللي كيكونوا حاملات وما كيردوش البال لهذ المسألة هذه، كينوضوا كيديروا الصباغة ديال الشعر وكيقول لك واش غادي دير لي؟ لا بالفعل أنها غادي تأثر لك على الشعر ديالك أختي أولا. ثانيا غادخل لك مع المسام، غادخل مع المسام كتمشي مباشرة للدورة الدموية، وكتعرفي بأن الدورة الدموية هي صلة الوصل بين المرأة الحامل وبين الجنين. اذا هذه المواد الكيميائيه اللي كتدخل لينا للداس ديالنا من الصباغه، ابرزها عندك الامونياك، لي كومبوزون بنزويك، هاد المركبات، هذه مركبات اللي كتكون كذلك مركبات من 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 من, من البترول، يعني من التكرير ديال البترول كاينين المركبات اللي كتخاد. فهادو كلها شنو كدير؟ كتمشي لينا الجنين ديالنا، وهذاك الجنين كيولي كتعطينا داك ليفي يا اما ميوتاجين ولا تيغاتوجين. شنو هي ميوتاجين تيغاتوجين؟ ميوتاجين كتغير لينا ديك الصبغه الوراثيه ديال الجنين، ان لا قدر الله الجنين كيقدر يخلق بتشوهات، مثلا تلقى عنده واحد يعني في تشوهات في الداس ديالو او نعم تشوهات في التكوين ديالو ما كيكتملش، تيغاتوجين انها يمكن لها تقتل الجنين. اذا ردوا البال لهذه المساله. اذا الصباغه هنايا الشعر وكل ما كيتعلق بعنايه الشعر، يعني الترطيبه، لا كيغاتين، لو ليساج، كل هذه المواد اللي السيده كتقدر تستعملها للشعر ديالها فيها مواد كيماويه. كيماويه وما كتستعملش نهائيا، وانا من الاحسن نتجنبوا اي حاجه كيميائيه للشعر ديالنا طيله فتره الحمل. التصنيف الثاني اللي غنتكلموا عليه هو المواد ديال محاربه التعرق. نعم. مثلا لي ديودورون، مثلا داك المواد او الخلطات اللي كدير السيده. نعم. ضد التعرق. نعم. هذه ايضا كتولي محظوره اثناء فتره الحمل، علاش دكتور عماد؟ لان لي ديودورون دابا كما كنعرفوا ان منظمه الصحه العالميه كاينين دي ديودورون فيهم املاح ديال المعادن بحال الالومنيوم،
بحال البلون يعني الرصاص. كذلك كاينين املاح ديال مواد كيميائيه، فهذه بحالها بحال كما هضرنا على المسام، وخاصه في المنطقه تحت الابط كتكون واحد المنطقه حساسه ومنطقه سريعه الامتصاص. اذا مباشره ملي كتخرج من يعني كتدخل لهذيك المنطقه كتمشي لنا مباشره الغدد اللمفاويه، الغدد هذه اللي كتكون فيها المناعه، اذا كتاثر لنا على المناعه، وحتى هي كيمكن تعطينا هذا التغير في الصبغه الوراثيه. عندنا الصنف الثالث وهو الاعشاب. علاش الاعشاب ممنوعه على المراه الحامل؟ فالاعشاب انا هنا غادي ناخذها كقاعده اساسيه، ممنوع استعمال الاعشاب عند المراه الحامل الا بعض الاعشاب اللي كتكون قليله، ولكن انا كنفضل نتجنبوها. علاش؟ شنو هما الاعشاب اللي كنهضر عليهم؟ ماشي اللي كنطيبوا بها في المطبخ، ولكن كنهضر مثلا على الاعشاب اللي كتكون قاصحه، مثلا نستعمل الخزامه، الحلبه. الحلبه خطيره جدا للجنين، لان الحلبه كتحرق لنا ديك الغشاء الواقي ديال الدماغ. اذا نتجنبوا الاعشاب طيله فتره الحمل، نستعملوا اللويزه مثلا جوج غريقات حتى لثلاثه فقط، ونحاولوا نعوضوها بالتغذيه السليمه. كما كنقول دائما، التغذيه اللي كيكون فيها جميع الاملاح المعدنيه، جميع الفيتامينات، وداك الشيء اللي كينفع الجنين. وحنا دائما في تواصل مفتوح معكم في برنامجكم حديث ومغزل مع سناء زايم على راديو اصوات عبر رقمنا الهاتفي 0522 77 24 24، وكذلك عبر الصفحه ديال الفيسبوك الرسميه الاصليه سناء زعيم اصوات. غادي طبعا نسمعوا منكم اسئلتكم، شهاداتكم. بغيتي لاله تستشري مع دكتور عماد؟ مرحبا بك. كنتي حبله او راكي دابا حامل؟ عندك سؤال؟ اهلا بك في البرنامج اللي كيتهلا الله فيك. حنا يا غادي كذلك نقرأ أسئلة مستمعاتنا على الصفحة. عندنا خولة اللي كتسولنا، هي حبلة في 3 شهور وبغات تدير العصير اللي كيحيد سموم ديال الجسم اللي كنتي نصحتينا به دكتور عماد، واش يليق لها أو لا؟ لا، فالعصير يمكن تستعملوه، لان العصير فاش عطينا انا اي وصفه كنعطيها لكم، الا ما حددتش لكم شكون كيشربها ولا شكون اللي ما يمكنلوش يشربها، فكل شيء يمكنلو ياخذها، ماشي مشكل. اذا الوصفه ديتوكسيفيونت اللي كنقدم لنا دكتور عماد اللي فيها الخرقوم والليمون وخزو، ممكن المراه الحامل أكيد تشربها بشكل امن. وهنا الخرقوم، تركزوا على الخرقوم بلدي اكثر بالنسبه للمراه الحامل. هو عنده فائده كبيره اكثر من سكينجبير. حاولوا تجنبوا سكينجبير وتستعملوا الخرقوم، فغادي يعطيكم فائده كبيره. سكينجبير غير منصوح به، وخاصه سكينجبير طري. نعم. علاش؟ لانه كيجري الدوره الدمويه، كيعطي انقباضات ديال الرحم، لانه يقدر يعطينا الاجهاد وياثر لنا على الصيروره ديال هذه الحمله. نفس الاخت كتسولنا وسؤال جد مهم دكتور. نعم. عماد بغات تصبغ شعرها بالديكاباج رقم 9، واش ما تخافش على البيبي؟ وقالت لك عطيها اذا في البديل واحد الصباغه طبيعيه للشعر لون بني. نعم. السيده اللي حبله واش تقدر دير الديكاباج؟ واش تقدر دير صباغه؟ يلا كنا كنهضروا عليها. اكيد فالديكاباج كفس من الصباغه، يعني خطير على الصباغه، لان الديكاباج فيه مواد مؤكسده كيميائيا. اذا هاد الديكاباج الا دخل لكم مع المسام ديالكم، راه الدوره الدمويه او الخلايا كلهم شنو كيوقع لها؟ بحال كيتخربقوا كاملين. علاش؟ لان كندخلوا لهم واحد الاكسجين دار، لان هذاك سي دلو اوكسيجين كونسونتري، يعني كيميائيا. نعم. فملي كيدخل لنا الخلايا ديالنا كيوقع فيها خلل، ولا قدر الله راه الاستعمال المفرط ديال هاد الماده هذه، وخاصه عند الحوامل، كيمكن يسبب سرطان الجنين. اذا نردوا البال لهذه المساله، الله يجازيكم بخير، تفادوا اي حاجه كيميائيه، لان حتى في اسره الصحه، حنا ملي كتكون عندنا المراه الحامل كيوليو عندنا دو باسيون، كيولي عندنا جوج ديال الناس، كتولي عندنا المراه وكيولي عندنا الجنين. اذا حنا خصنا نحافظوا على الصحه ديال الحامل والصحه كذلك ديال داك الجنين اللي كاين عند هاد المراه هذه. اذا تجنبوا استعمال الترطيبه والديكاباج وما جاورهما من هاد المواد هذه اثناء فتره الحمل خاصه. غادي نجاوبوا على السؤال ديال ام يوسف. عندها صديقه ديالها حامله في الشهور الاولى وما عرفتش الاعشاب اللي ممنوعين عليها والاعشاب اللي يفيدوها، الزنجلان وإلان، واش مزيانين للمراه الحامل في الشهور الاولى؟ اذا إلان تجنبوا إلان سخون، إلان كيطلع الضغط الدموي، ولا طلع الضغط الدموي كيمكن يعطينا انقباض ديال الرحم،
نجنبو. زنجلان ماشي مشكل يمكننا ناكلو فهو مغذي. السيده ملي تكون كترضع او نفيسه ممكن تاكل إلان؟ الا كانت كترضع غير تسنى واحد شويه الفتره حتى تفوت النفس. نعم حتى تجبر حتى تسالي داك الحيض ديالها. يعني تقريبا ديك 30 الى 40 يوم من بعد الولده. اكيد علاش؟ حيت يمكن يدير الجرار، يمكن يجري لها الدم ويمكن تعطيها اون ايموراجي. كتقول لنا انها بغات تستعملهم حيت الشعر ديالها كيطيح بزاف رغم ان التحاليل خرجوا مزيانين ما عندهاش فقر الدم. نعم. والطبيبه ما بغاتش تخرج ليها حتى شي فيتامين ولا الحديد، قالت لها ما كاين لاش حيت التحاليل ديالها مزيانين. شنو هي الحاجه ديال المراه الحامل الحديد؟ كنعرفوا على انه الكثير من الاختصاصيين في امراض النساء والتوليد كيوليو كيعطيو واحد لي زاليمون او كومبليمون اليمونتير لي زوليغو اليمون فوالا. دونك واش هذا الشيء ممكن تلقاه السيده في المواد الطبيعيه؟ موجود. اذا تاخذي التغذيه ديالك، راه ركزت على التغذيه، ناخذ التغذيه ونستمروا عليها. وراكم كتعرفوا واحد المكون دابا المراه الحامل كيخصنا نتهلاو فيها. وكتعرفوا واحد المكون غني بالحديد اللي هو الكبده، فناخذ واحد طريف ديال الكبده كي فيه البروتينات، فيه الحديد، فيه كاع المواد اللي كيمكن تكون مغذيه في هذه الفتره هذه ونداوموا. فانا ماشي كنخصو واحد النوع معين ديال الخضره ولا واحد النوع معين ديال الفواكه، فانا كنقول لكم اي فاكهه عجبتكم واي نوع ديال الخضره ارتحيتوا فيه فحاولوا تستهلكوه طيله هذه الفتره ديال الحمل، راه غادي يعطيكم المنفعه ان شاء الله. شنو هي الوصفه الملائمه للمراه اللي حبلها وكيطيح لها الشعر دكتور عماد؟ نصحها بالوصفه ديال زيت العود والفلفله الخضراء. نعم يمكن لها تستعملها ماشي مشكل، فهي وصفه تكون امنه للشعر ديالها. تستعمل دي سيروم مثلا، تاخذ فيها زيت اللوز الحلو، زيت اللوز الحلو، زيت البابونج وزيت الزعتر، ماشي مشكل، معلقه صغيره من كل زيت تخلطهم، دهنهم سيروم على الشعر ديالها. سيروم كاع الى بغات تفادى هي هذا الشيء كامل، تاخذ زيت ارغان الجميل، زيت ارغان الجميل اللي غدهنوا بالليل ماشي بالصباح، تاخذ شويه في يديها تدهنوا ودهنوا على الشعر ديالها، دهنوا يعني بين يديها ودهنوا على الشعر ديالها وداوم عليه يوميا كل ليله حتى هو غادي يعطيها منفعه. وحنا غادي نجاوبوا على اسئلتكم دائما مباشره من بعد الفاصل. ديتنا كذلك على المراه اثناء فتره الحمل، شنو اللي مسموح لها تستعمله من مواد جميل وشنو اللي ممنوع ومحظور عليها وعلى صحه الجنين ديالها؟ شنو سؤالك ام مالك؟ السؤال ديالي اختي هو دابا انا عندي حامله في الشهر الرابع. مزيان، الله يكمل بالخير. امين يا ربي. كنسول على الاعشاب اللي هضر عليها السي عماد بالنسبه للايلان والزنجلان وزريعة الكتان. واش ماشي مشكل الا انا اختي وزريعة الكتان غتحيديهم؟ ايلان ماشي مشكل. لا ايلان وزريعة الكتان ما تاخذيهمش اختي. ياك الا كيطلع طونسيون وزريعه الكتان راه كنت هضرت لكم عليها انها الا كثرنا منها كضر الكبد، هذا بالنسبه للانسان العادي، ولكن دابا السيده راه حامل، اذا هذاك المواد اللي عندنا في زريعه الكتان كيمكن يمشيو لينا للجنين، وهذيك الكبيده ديالو مازال يلاه كتكون ويلاه كتكبر فتقدر تاثر عليها. اذا تجنبوا زريعه الكتان وتجنبوا الا، ونزيدوا عليه حب رشاد حتى هو ممنوع نستعملوه في هذه الفتره هذه ديال الحمل. وكاين بعض الناس اللي كياخذوا المساخن. انا كان مؤخرا ان واحد السيده حامل قالت لي راه كناخذ شويه ديال المساخن. علاش؟ قالت لك باش عند بالها ان المساخن كيرفعوا المناعه وكيعطيو واحد القوه، كيعطي واحد الحيويه ليها والجنين، فهذه مساله مغلوطه. اذا تجنبوا هذه المواد هذو. تهلا فراسك ام مالك، تحيه كبيره لكم بالدخله. غادي ناخذ سعاد معنا من تفلت. السلام عليكم سعاد. السلام عليكم اختي سناء، كي دايره؟ مرحبا بك على راديو اصوات. الحمد لله. انا بزاف حيت قبضت لي الخط اليوم، تعرفي 5 سنين وانا ندبد مع الخط. مرحبا بك ونهار كبير. مرحبا. والله اختي راني نحماق عليك بزاف. شكرا لك سعاد. شكرا. دكتور عماد كي داير؟ لاباس؟ بخير اختي، الله يطول لي في عمرك. دكتور عماد بغيت نسولك، انا دابا طاح لي بيبي هذه يومين وبغيت نعرف، المهم شي حاجه نقدر نعوض بها داك الدم اللي فات لي، فهمتي؟ خفت يجيني فقر الدم. نعم. عطاك الطبيب بعض الادويه منين حيدتي الجنين ديالك؟ عطاني غير هذاك لاسيد فوليك. صافي، هو اللي كنت بغيت نقول لك انك تستعمليه، لان لاسيد فوليك شنو هو الدور ديالو؟ كيعاود يرجع الرحم للحاله الطبيعيه ديالو، كيقوي لنا المبيض، وحتى البويضات كيعطيهم واحد لاكاليتي، يعني كيرفع من الجوده ديال البويضات. اذا
شنو كنصحك؟ كنصحك انك تستعملي التغذيه ديالك سليمه، يعني تاخذي التغذيه متوازنه ديالك، خذي واحد شويه ديال العسل، اذا العسل الحر اللي غتاخذي منه معلقه صغيره في الصباح وفي الغداء وفي الليل ثلاثه المرات في اليوم، وغداومي عليها، غداومي على هذه العمليه هذه مده ديال 15 يوم فقط صافي وتقطعيه. بغيتي تاخذي العسل خذي معلقه صغيره في الصباح فقط، مورا ما تستعملي ثلاثه ديال المعالق صغار في اليوم مده ديال 15 يوم. وتهلا فراسك سعاد الله يخلف بمبرك ان شاء الله. دكتور عماد، بالنسبه للسيدات اللي كيسولوني عبر الصفحه اللي باغيين يستعملوا الترطيبه او استعملوا الترطيبه في فتره الحمل، نعاودوا نذكروا شنو التاثير ديالها على صحه المراه وعلى صحه الجنين. نعم. شنو اللي فيها اللي كيكون خطير وبالتالي كيخليها الترطيبه ولا كيغاتين يكونوا ممنوعين؟ نعم، فهي مواد اللي كتكون مواد كيميائيه مركزه، قلنا الاكسجين الكيميائي الضار، وعندنا كذلك مواد كما كنقولوا حنا فينوليه، يعني واحد المركبات فينوليه. هذه المركبات اللي حنا ككيميائيا كنعرفوا الخطوره ديالها ومدى، يعني ملي كتدخل في واحد التفاعلات كيميائيه شنو يمكن دير فيها. مساعه الا دخلات في تفاعلات كيميائيه طبيعيه اللي عندنا في الداس ديالنا، اذا كتمشي مع المسام كتاثر لينا، قلنا كتمشي مع الدوره الدمويه، كتمشي للخلايا مباشره، وحنا ملي كنهضروا على الخلايا راه كندخلوا فيها حتى الخلايا ديال الجنين. واخا نقولوا حنا الخلايا ديال الانسان الكبير او ديال المراه الحامل راه هي قويه وعندها واحد المناعه، ولكن الجنين راه ما تنساوش راه المناعه ديالو مازال ما عندوش، المناعه راه كياخذها من عندك اختي. ثانيا ان الجنين مازال ما تكونش كامل، اذا حتى ديك الخلايا اللي تعطيها الوقايه ما كاينش، فهاد المواد مباشره ما كطيح لعندو هو كدير ليه الخلل. فهنا من بعد يعني كاين واخا وهذا الشيء دابا اللي خطير هو ما كيبانش، ان يا اما كتعطيه تشوهات يا اما كتعطيه تاثيرات في الدماغ ديالو، ان الدري مثلا كيتزاد كيكون كيوقع عليه كيطيح بزاف، او مثلا كيولي فيه واحد التخلف ديني انه ما كي او عفوا ان الدماغ ديالو ما كيبقاش كيكابطي بزاف، ما كيقدرش يتحرك، ما كيقدرش يقرا، بعض الحالات انه يقدر يتعطل حتى في النمو ديالو. وهذا الشيء شنو هو كان سبابه؟ واحد العادات عشوائيه، واحد العادات سيئه اللي درناهم واثرنا بهم عليه. الاخت زيزي كتسولنا على الصفحه ديال الفيسبوك، هي عائشه، واش الوصفه ديال الحليب والكوزه يمكن تستعملها الحامل وكيفاش يمكن نحتفظوا بها؟ نعم، الحليب والكوزه كنهضروا على الوصفه اللي كنحكوا كوزه في كاس صغير ديال الحليب مغلي وكندهنوا بها البشره ديالنا، هذه دي ماشي كتشرب، هذه وصفه اللي كندهنوا بها البشره ديالنا للتبييض، يعني كندهنوها على البشره ديالنا وكنخليوها نص ساعه. واش تقدر تستعملها؟ فانا حددت باش نوضحوا باش ما يصحابهمش واش الوصفه كتشرب، فإلا كنا غنستعملوها للتبييض ديال البشره ماشي مشكل، ما عندها حتى شي تاثير على المراه الحامل. معنا على الخط ساره من المحمدي، اهلا بك ساره. عليكم السلام اخت سناء. مرحبا بك على راديو اسوات. شكرا مازال دكتور عماد. وعليكم السلام اختي، مبروك عواشرك. الله يبارك فيك علينا وعليكم. عندي واحد زوجة الاخ ديالي ما يمكن تستعملش هاد البرودوي اللي تهضروا عليهم كاع الصباغه وهادشي، وعندها دابا تقريبا جايه شهرين الحمل وعندها واحد الوجع مره كيجيها بزاف، واش عادي ولا شنو كيجي اختي؟ الوجع. الوجع شحال دابا عندها ديال الحمل؟ شهرين. فهاد الشهرين كيكونوا مره هاد لي كوليك هاد الوجع، ولكن حنا ما يمكنناش ناكدوا واش مزيان ولا ماشي مزيان الا باستشاره، الا مشات عند الطبيب ديالها ولا الطبيبه. قال لها عادي، عندها مشكل تنقص الحديد، هذا هو المشكل عندها، ولكن مره كيجي الوجع بزاف. ماشي مشكل، ما عندهاش مناش تخاف، غير المهم تخفف على راسها، ما تشتقل بزاف، ما تجهدش على راسها، تحاول انها ما تعصبش، والامور راه غدوز بخير. وهاد الوجيعات اللي كيكونوا في هاد الفتره الاولى ديال الحمل راه عاديين، ما تبرصتكش. الله يفكها على خير، تهلا فيها وسلامي ليك ساره. معنا الان ام ساره من فاس. صباح النور ام ساره. صباح النور لاله سناء. مرحبا بك معنا في حديث ام غزال. الحمد لله، الله يبارك فيك. الله يطول عمرك، بارك الله فيك. مرحبا بسؤالك، تفضلي. بغيت نقول اختي الدكتور عماد، على حسب انا حامله دابا في الشهر الثاني، وبغيت نعرف على حسب الاعشاب وشي زيت مثلا على الوجه على حسب دابا عندي جوج بنيتات يطلع لي الكل، بغيت شي حاجه من شي زيت نستعملها. غادي دهني اختي زيت السلميه بالليل ياك البيل دو صوج، والاعشاب غتجنبي جميع الاعشاب كما قلت انايا حتى يدوز الحمل على خير ان شاء الله. واش عندك شي عشبه، عندك شي عشبه بالضبط اللي بغيتي تسولي عليها دكتور عماد؟ هادشي اللي بغيت نسول على الله، بارك الله فيك وشكرا بزاف على
مرحبا مرحبا وتهلا في راسك والله يفك وحيلك على خير. الوصفة ضد الكلف، إذا الزيت اللي كتنصح بها النساء فترة الحمل بالليل ولا بالنهار؟ لا بالليل، ندهنوها بالليل. غير أنا أختي سنة ما بغيتش نأكد واحد النوع ديال الأعشاب حيت اش غايقولوا الدكتور عماد قال لنا ما ناخذوش هذا النوع ديال الأعشاب، صافي الأعشاب الأخرى ممكن. فأنا كنقول لكم ما تاخذوش الأعشاب في فترة الحمل. بالنسبة للعطرية اللي كتستعمل في الطياب وفي الطبخ، شنو هي الامور اللي خص المراه الحامل ترد معها البال؟ نعم، هي ماشي مشكل العطريه، غير هي الفلفله المطحونه نقصوا منها شويه لانها ثقيله شويه في التحليل ديالها على الكبده. إيه؟ هذا الشيء اللي كاين. ولكن علاش العطريه؟ لان ديجا العطريه كنزيدوا الماء بزاف وكنستعملوا شويه ديال العطريه، اذا هنا الخطوره انها تعطينا مشكل. ماشي واخا حنا دابا داخلين على رمضان. نعم. شهيوات رمضان. نعم. فيها الجوزه، فيها الزعفران الحر. نعم. فيها إلان، فيها زريحة الكتان، فيها الزنجلان. الزنجلان كنعرف على أنه غتقولنا نعم ما كاينش مشكل لأنه مصدر ديال الكالسيوم. بالنسبة للزعفران الحر والجوزة والقرفة، وكنشكرك أختي سنة لأن رديتي البال هذه المسألة هذه. فالجوزة والقرفة والزعفران الحر نتجنبوه في فترة الحمل، لأن الزعفران الحر كنعرفوا حنايا انه كيطلع الدوره الدمويه. كيعطينا لو تونوس، يعني كيعطينا واحد القوه، كيعطينا واحد كيفاش كنقولوا كيرفع من المجهود العضلي. وكنعرفوا حتى الرحم راه هو عباره على عضلات، اذا ملي كيرتفع هذا المجهود العضلي حتى العضلات كيمكن تعطينا واحد المنقباض ويمكن تاثر لينا وتعطينا واحد يعني الاجهاض. هذا من جهه. الجوزه كذلك، نواد ميسكاد، الجوزه حتى هي فيها مواد لي شنو وصل لي صعيب في الجوزه في فتره الحمل. هو هاد المواد غتاثر لينا على الجهاز العصبي ديال الجنين، لان نواد ميسكاد فيها الكالويدات، واحد النوع ديال المواد اللي كتاثر على الجهاز العصبي. حنا كنعرفوا اللي كلا الجوزه راه كيدوخ، فمباشره ملي غتمشي في الدم وغتمشي لنا للجنين والدميغ ديالو باقي صغير كيمكن تاثر لنا على الجهاز العصبي. القرفه كتعتبر من المواد اللي كتجري الدم بسرعه، ولا هضرنا على جريان الدم بسرعه كيمكن لا قدر الله نوقعوا في الاجهاض، اذا نتجنبوا هذه المواد هذه ونزيدوا عليها سكينجبير عرق. نعم. او سكينجبير طري اللي تهو كيخص المراه الحامل تفاداه اثناء كي فتره الحمل. حنا مواصلين معكم ودائما كنستقبلوا الاسئله ديالكم على رجوا اسوات برنامجكم حديث ومغزل مع سناء زايم. رفقه الدكتور عماد ميزاب، دكتور الصيدله والمختص في العلاج وفي تداوي بالاعشاب. بغيت قبل ما نواصلوا معك دكتور عماد الموضوع اليوم. نعم. نسلم على صفاء بوجنح خبيرة التجميل والمكياج اللي لاحظتوا أنها غايبة اليوم لأنها في سفر للتكوين يعني تحصيل معلومات جديدة في المجال ديال التجميل. وأنا كنحيي صفاء لأنها تبارك الله الخبيرة اللي دائما مواصلة هذا المجال ديال لافورماسيون، وراها حاليا بفرنسا أو بإسبانيا عفوا تكوين في تقنيات جديدة ديال ميزوتيرابي بيلي العناية بالبشرة. وصفاء كتوعدني وكتوعدكم مستمعتنا أنه إن شاء الله هتقسم معنا نصائح ومعلومات جديدة أثناء العودة ديالها بحول الله. دكتور عماد، قلنا المواد ديال الجميل اللي محظورة المرأة أثناء فترة الحمل، صباغات الشعر، كل ما كيتعلق بعناية الشعر من كيغاتين من ترطيبة من الليساج. اليوم غادي تعطي للسيدات ترطيبة طبيعية المضمونة والأمينة ديال دكتور عماد. إذن الترطيبة غادي ناخذ فيها زريعة الكتان، الخروب، وحب رشاد. زريعة الكتان، الخروب وحب رشاد. وحب رشاد، نعم. غتقول لي حب رشاد وزريعة الكتان، قلتي لنا دكتور ما نستعملوش فترة الحمل، ولكن إلا كليناه بيغ أوس، يعني لا دخل الدس ديالنا هو اللي كيكون كيأثر علينا، ولكن إلا غنستعملوه بهذه الطريقة هذه للشعر ديالنا فما تخافوش منه. لأن أنا عندي الغرض شنو هو؟ هو نجبدوا هذاك لا ماتيغ فيسكوز، يعني ذاك المادة اللزجة اللي دايرة بحال الكولاجين الطبيعي اللي عندنا في حب رشاد وعندنا في الخروب وعندنا في الكتان. إذا كتاخذوا معلقة كبيرة من كل هذه المواد هذه، والخروب أنكم يا إما تاخذوا خمسة الخروبات كتقطعوهم، ولكن من الأحسن تطحنوه بهذاك العلف ديالو بذاك الداخل ديالو. إذا معلقة كبيرة ديال الخروب مطحون، معلقة كبيرة ديال حب رشاد هكاك بلا ما تطحنوه، معلقة كبيرة ديال زريعة الكتان حتى هي كنخليوها بحال هكاك، كنحطوهم في واحد الكاسخول يعني، وكنزيدوا عليها نص سيترو ديال الماء مغلي مزيان طرق السبوله ديالو، وكنخليوها تطلق على الاقل واحد المده ديال سبع السوايع. اذا ملي كيطلق هذه المكونات هذه كتصفيو داك المحلول، راه كتولي عندكم واحد الماده لزجه. هذيك الماده لزجه اللي كيمكن ديروها في واحد القريعه وتحطوها في الثلاجه، شنو كتوليو كديروا بها؟ كدهنوا بها
الشعر ديالكم يعني جلدة شعركم وشعركم كتخليها واحد المدة من ساعة حتى لساعتين ماشي مشكل، لأن هذا كيبقى ما وكتبقى مادة لزجة ماشي زيت، وكتغسلوها. العملية كديروها ثلاثة ديال المرات في الأسبوع أو جوج ديال المرات في الأسبوع على الأقل، وداوموا عليها واحد المدة ديال 3 شهور. بالنسبة للأخت اللي كانت كتطلب منا على الصفحة ديال الفيسبوك الصباغة طبيعية للشعر باللون البني، نعم. قلتي لي حتى المواد الطبيعية في الصباغة تفاداها. نعم أكيد نتجنبوا الصباغة في فترة ديال الحمل، لأن ما نحاولوش نعطيو للذات ديالنا واحد المجهود قوي، لأن فاش كنديروا الصباغة للشعر ديالنا كنخليو دوك لي ميلانوسيت كيخدموا، كنخليو داك الجذر ديال الشعر حتى هو كيدير واحد المجهود باش يعطينا التلوين، فهادشي كامل ما غاديش يخصنا في فترة الحمل، لأن خصنا نتكونسونطراو على الجانب. وحيت لالا كنتهلاو فيك وكنحبوك، حنايا غادي نعطيوك أيضا وصفة للعناية بالشعر. نعم. والجميل الجميل مستمعتنا على أنه هاد الوصفات مادام أنها مضمونة وأمينة للمرأة اللي هي حامل، يعني أنتيا ما عندكش نهائيا حمل، ممكن كذلك تستعمليها بعينيك مغمضين. إذا الوصفة للعناية بالشعر. نعم إذا الوصفة غادي ناخذ فيها زيت الذرة الغنية بأملاح المعدنية الغنية بالمواد والأحماض الدهنية اللي كتعطينا واحد التغذية كاملة للجذر ديال الشعر ديالنا والشعر، زيت البابونج المضاد للحساسية، وزيت الجمرة إذا الكاليندولا سوسي، فزيت الجمرة حتى هي راه موجودة في الصيدليات وشبه الصيدليات. كناخذوا معلقة كبيرة من زيت الذرة، زيت البابونج، وزيت الجمرة اللي كنخلطوهم وكندهنوهم في شكل سيروم، يعني كناخدو شوية في يدينا كندهنوه وكندهنو به الشعر ديالنا. بغيتي تدهنوه في الصباح ماشي مشكل، ولا في الليل، المهم مرة واحدة في اليوم وكتداوموا عليه يوميا. وهنا غادي نقول لكم أنكم ما تقطعوش هذا السيروم هذا، لأن كل ما استعملتو غيعطيكم تغذية ويبقى محافظ لكم على الشعر ديالكم. السيدات اللي عندهم الشعر يابس أو جاف مزيانة هاد الوصفة. السيدات اللي عندهم الشعر كيتساقط غادي تنفعهم، يمكن لهم يستعملوا لان غيعطينا التغذيه وغادي يقوي لنا الشعر ان شاء الله. حنا غادي نشوفوا كذلك وصفه للعنايه بالبشره وحمايه اخرى للبشره ضد التمزق. قبل غادي ناخذ فاطمه اللي معنا على الخط من مدينة سهلة. اهلا بك فاطمه، مرحبا بك على راديو اصوات. مرحبا، السلام عليكم اخت سناء. وعليكم السلام ورحمه الله. حابه نتشكركم اخت سناء، الله يجازيك بخير. اهلا راسنا وعينينا، تفضلي. غير عندي واحد الطريبيه 6 شهور ونص عنده مشاكل، تخلق بمشاكل دابا ديال، قال لي الطبيب ديال الكزيما ودابا تبعت لي تريتمو، تبعت واحد لا كريم مده قالت لي شهرين، واحد البوماد كورتوكويد، ولكن داكشي رجع ليه رجعت للدواء جديد. لقيتيني الله دخلت من عند الطبيب قال لي داك المرض مزمن، مستشار الدكتور الله يجازيه بخير الله يسهل عليه، الا عنده شي وصفه غير نساعد بها الله يرحم الوالدين. دكتور عماد، السؤال اللي خاصنا نطرحه، نعم. واش الكزيما ممكن تكون شي حاجه استعملاتها فاطمه ملي كانت حبله اللي اثرت، ولا الكزيما؟ الكزيما كتقدر تكون وراثيه اولا، يعني شي واحد في العائله فيه الكزيما. ثانيا ان بالفعل الا كانت في فتره ديال الحمل ما حافظناش على التغذيه، ما حافظناش على اننا نتجنبوا نستعملوا بعض المواد الكيميائيه، فكيمكن تعطينا الكزيما. حيت شنو هي الكزيما؟ الكزيما النوع من، او الكزيما هي النفي سيكوندير، هي عرض من اعراض جانبيه ديال انخفاض المناعه. إذا انخفاض المناعة كيعطينا هذا المشكل ديال الكزيما، يا إما من طبيعة فطرية ولا طبيعة ديال الحساسية، إذا وحدة في هاد الجوج. فالوليد باقي عنده 6 شهور، إذا هاد الشيء ما يبرزطلكش راسك أختي، لأن إن شاء الله غتسني، يعني غتصبري واحد شوية غير الوليد يكبر وتقد المناعة ديالو، فهاد الكزيما هذه غادي تغبر وما غاديش تبقى. هذا من جهة، من جهة أخرى تستعمل الأدوية اللي كيعطيك الطبيب، لأن هنا في هذه الحالة كيكون عندنا خصنا نستعملوا غير هذه الأدوية، لأن الكزيما كنعرفوا أنها مرض مزمن وخصها مواد اللي كتمشي مباشرة وكتعالج مباشرة، ماشي مواد اللي كما كنقولوا يمكن تعالج يمكن ما تعالج. هذا من جهة. المساعدة، المساعدة غتاخذي الزيت ديال الخزامة. إذا زيت الخزامة، زيت البابونج معلقه كبيره معلقه كبيره، وخلطيهم مع 4 المعالق كبار ديال زبده الكاريتي في حمام مريم، تيتخلطوا مزيان وتخلي هذا الكريم تنشف وصافي. وفي الليل بدي تدهني الوليد البليصات اللي عنده فيهم هذه الكزيما هذه، دهني ليه شويه من هذا الكريم وداومي عليها ديما مع الادويه اللي كتاخذي،
وان شاء الله غير صبري راه غادي يكبر الوليد ان شاء الله وهاد الامور ما غاديش. وطبعا كنعاودوا ناكدوا فاطمه على انها الزيوت الطبيعيه ديال الخزامه عندك كتمشي تستعملي الروح او الزيت الاساسيه خاصك الزيت الطبيعيه. حنا غادي نواصلوا الوصفات اللي محضر لنا دكتور عماد، وصفه للعنايه بالبشره. نعم، اذا وصفه للعنايه بالبشره غادي ناخذوا واحد الوصفه اللي غتكون مرطبه، هذه مزيانه ضد نشوفيات البشره او ديك البشره اللي كتبدا تقشر وكتعطي النضاره. اذا جوج ديال 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 كما كنقولوا جوج ديال التاثيرات. فزبده الكاريتي كناخذوا منها 5 المعالق كبار، كناخذوا معلقه كبيره ديال زيت الورد وزيت الياسمين. اذا معلقه كبيره من زيت الياسمين ومعلقه كبيره من زيت الورد، 5 المعالق كبار ديال زبده الكاريتي اللي كتحطوهم في حمام مريم فوق العافيه كما كتذوبوا الشوكولات باش تصايبوا الحلوه، كتخلطوهم حتى كيذوب لنا الكاريتي وكيتخلط لنا زيت الورد مع زيت الياسمين، كتخويهم فواحد البواطه ديال الكريم كتحطوهم يبردوا، وهذا الكريم اللي كتحصلوا عليها كتوليو كدهنوا بها البشره ديالكم بحال واحد الكريم ليلي مغذي مرطب. اذا حتى كتبغيو تنعسوا كدهنوا شويه من هذا الكريم في الوجه ديالكم بواحد المساج خفيف ديال 5 دقائق وكتباتوا بها يوميا وما كتقطعوهاش. اذا شحال ما بغيتوا تستعملوها استعملوها، ولكن على الاقل واحد المده ديال شهر. بالنسبه للوصفه اللي السيده غتبدا تدهن باش ديك البشره ما كتمزقش وكيخرجوا لي فيرجيتور. نعم، اذا غناخذوا زيت البرتقال وزيت ارغان الجميل. زيت البرتقال كناخذوا منه معلقه كبيره ومعلقه كبيره من زيت ارغان الجميل اللي فيهم لافيتو ايلاستين. كنخلطوا هاد المكونات وكنبقاو نديروا مساج في البلايص اللي غنحسوا فيهم انهم غادي تمزق، اذا في جهه ديال الصدر، في الارداف، في لي هونش، وكنديروا مساج لهاد المناطق هذه مده ديال 10 ديال الدقائق وكتباتوا به وكتداوموا عليه يوميا طيله فتره الحمل. حنايا كذلك غادي نعطيو لمستمعاتنا وصفه ضد التعرق، وهنا بغيت نعاود ناكد على واحد المساله. دكتور عماد قبل هضرنا على لي ديودورون، لي ديودورون اللي كتشريهم السيده جاهزين في المحلات التجاريه الكبرى او في لي بارفيمري، كاينه واحد الخلطه اللي كتسمى التوتيه راه غيعرفوها الكثير من السيدات اللي كيكون فيها المسك وكيكون فيها الشبه. واش التوتيه مرا اللي حامل او كترضع ممكن تستعملها او لا؟ فاللي حامل واللي ماشي حامل ما يمكنش ما يستعملوش هذه الماده ديال التوتيه لانها ماده كيميائيه. الشبه ماده كيميائيه هي عباره على املاح اللي هضرنا عليهم، املاح ديال معادن ثقيله اللي هي الالومنيوم واللي هي لي زوكسالات. فهذه المكونات كلها مكونات اللي كيمكن تكون تدخل لنا مع المسام ومكونات مسرطنه. اما المسك بوحدو فانا كنتفق اننا ناخذ المسك، هذاك المسك ندقوه، غير هو لقاو شي مسك يكون حور، حيت كاين المسك كيميائي عاوتاني غنفتحوا واحد الشيخ كبير. المسك اللي كيكون طبيعي كندقوه وديك الغبره ديالو كندهنوها تحت الاب ديالنا، يا سلام كنا نستعملوها ما كاينش مشكل، ما عندناش اعراض جانبيه. ولا نستعملوا هذه الوصفه هذه الطبيعيه اللي ناخذوا فيها ضد التعرق. ضد التعرق ناخذوا فيها ودابا داخلين على الصهد والمراه ملي كتبدا تقل حتى هي راه كتزيد مسكينه بالفعل. درجه الحراره كتزيد ترتفع. نعم، فانا كنقترح عليكم مضادات فطريه وعندهم رائحه زوينه. اذا زيت الورد اللي فيها الكحول الطبيعي وزيت الزعتر مضاد الطفيليات ومضاد الفطريات من الدرجه الاولى، لان ذاك الغازات اللي كتفرز لنا الفطريات اللي كيكونوا في التعرق هو اللي كيعطينا ديك الرائحه الكريهه. اذا زيت الورد زائد زيت الزعتر معلقه كبيره من كل زيت فيهم كتخلطوهم كتوليو كدهنوا هذا الزيت في الصباح وفي الليل تحت الابط ديالكم بواحد المساج وكتداوموا عليه، وهكا كتحميو راسكم من التعرق بطريقه سليمه. وهذه الوصفه كنهديها لكم ايضا مستمعاتنا ومستمعينا، لاننا داخلين على شهر الصيام والكثير من الناس اللي كيوقفوا الاستعمال ديال العطور او ديال هذه المواد المزيله للروائح، فهذه غتبقى وصفه طبيعيه اللي ممكن ان شاء الله تعطروا بها بشكل مضمون وامن. شكرا لك كثير دكتور عماد، نصائحك المفيده والجديد دائما تابعوه معنا في حديث ومغزل.